بتعرفي انه نحن اثنين لابقين لبعض؟ شلون يعني؟ ساعتي لونها من لون فستاني. ايه والله. بس انا اللي بيستغربوا انه وحدة بجمالك ورقتك ولحد هلا ما تزوجت بعد وفاة زوجها. والله لاني مفرغة حياتي كله لتربية بناتي، لسه عندي بنت تانية غير هي اسمها رولا. ما شاء الله. واكيد هلا كل وحدة ببيتها ومع زوجها. ايه بتعرف اوقات كتير بحس بالملل، بحس الملل رح يقتلني. لك لا تشكي لي ببكي لك. بتعرفي انه انا اجيت من بلاد برا لهون على بلدي لحتى اعمل مشروع واتونس بالناس، قام الله بعت لي لؤي شاب ابن حلال وقف معي. بس صدقيني لو بعرف خالته حلوه هيك كنت شاركته من زمان وسويت معه اكثر من 10 مشاريع. كل هالقد لؤي شاطر؟ كل هالقد انت حلوه بتجنني. لك لوحه جميله. يا الله يا الله. ما تقولي ما رحت على زينة العشاء مشان تجي تنام. يا عمري بدي نام، بكره عندي شغل ولا ساعة وحدة. ايمت بدك يعني ينام يعني؟ بس يخلص الفيلم. شو بس يخلص؟ صار له ربع ساعة مبلش، يا بده ساعتين ليخلص. قصي ما في نوم يعني ما في نوم، بدك تسهر معي يلا. طيب حبيبي. والله جوزك تعبان. بعرف بس لازم تسهر لحتى يخلص الفيلم بتنام. شو انا عندي حل تايم. تعالي فرجيك الساعة الجديدة اللي جبتها. غير هدي؟ أنا على أحر من الجمر. شو قلتي؟ ما بعرف يا أبو مروان، أنت عم تستعجلني كتير، الموضوع صعب وبده وقت للتفكير. يا أمرولا وين الصعوبة بالموضوع؟ العمر عم يمضى ونحن مو لسانا شباب. لا انت احكي عن حالك، أنا بدي وقت، أنا لساتني صبية. اي والله صبية وست الصبايا كلها. بس يا أمرولا انت وحيدة هلا وأنا وحيد، وربينا أولادنا وتعبنا عليهم وأمننا عليهم، خلينا نعيش لنا يومين نضاف أنا وياكي. معك حق، بس يعني أنا لازم أخذ رأي بناتي. مو مشكلة، المهم أنت توافقي. شو قلتي؟ قول لحالي مبروك. مبدئيا قول مبروك، بس لا تطمن كتير لحتى أروح أسأل قصي، لأنه خايفة بنتي ومتجن علي. احكي معه هلا. هاتي لشوف وين كنتي امبارح من بينك. اسكتي اسكتي يا رولا، امبارح يوم ما بنساه من حياتي هلا ضحكت. طب والله ضحكيني معي، والله ما بدي لك غير اضحك. امبارح كان عرس خالته لابو وسيم. ايش هي بعمر الزواج؟ يو لك بعز عز عمره للزواج. هاتي صبيه صغيره حبيبتي، يا دوب عمرها 55 سنه، يعني قد امي وامك. 55 سنه؟ طب ولبست فستان ابيض؟ هيك ايش لبست فستان ابيض وعملت حفله وذهب وطنه ورنه ورقص سلوت، ما خلوا شيء ما سلوت. قال هي شو من حقها تفرح وتنبسط بعد ما مات جوزها وربت اولادها مسكينه. ليش هي عندها اولاد؟ لك مش عندها اولاد، عندها احفاد. يا امي عاد عم بتخيلها، قال هي اولادها عم بيرقصوا بالعرس. شو المسخرة هي؟ شو بكوكي معسل؟ هاتي بقى لك هاتي خلاص. عرفان الزواج حفاتي. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. كيفك قصي؟ الحمد لله الحمد لله. أهلا مرت عمي، أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي تفضلي. بعرف عم بتقول شو جاب حماتي لعندي على المكتب مو هيك؟ يا حماتي الله يسامحك، أنا ما راح أقول ولا كلمة لحتى أعرف شو بدك تشربي أول شيء. شو بتشربي؟ عندكم كابتشينو؟ إيه طبعاً طبعاً.
عبدو جيب لي واحد كابتشينو وواحد سادة. لو كبت هاي ثلاثة بواحد. لا خلصني هلا. يلا باي باي. الله يسترنا من هالشيء. أهلين حماتي نورتي. قصي أنا بعرف إنه أنت مفكر إنه أنا ما بحبك، ما بطيقك، ما باخد كلامك بفرنجين، بس هذا الكلام مو دقيق يعني. هو الدليل إنه أنا جاي لعندك اليوم في موضوع ما رح خلي حدا يتدخل غيرك أنت. بقى يا بتكون قد ثقتي فيك يا أما بتأكد حكي الأولاني. الله يجعله خير. ولو مرت عمي ولو بعد هالتهديد، بعد هذا الكلام الحلو اللي حكيتيه بحقي، شو بدك لأعمل أنا؟ أنت بس أمريني، أنا معك على الموت، بس قلي لي شو الموضوع، شو الموضوع، بس قلي لي شو الموضوع. مبروك مبروك. أهلين حبيبي. يا حياة قلبي. إن شاء الله عقبال الفرحة الكبيرة، فرحت لك من الصمصين. على شو؟ لك شو على شو؟ لك الوطن العربي بيعرفوا أنت لا؟ بالله أحكي بلا غلاظة قصاي. يا أما خليني كفي شغل. ولا مو ناوي تتغدى اليوم؟ لك شو اتغدى؟ بدي اكل المحيط، اليوم بالذات نفسي كثير مفتوحة. ها، وشو هاد بقى اللي فاتح لك قابليتك؟ وعم تزاري لي عليه؟ زيري مين اجى لعنا اليوم؟ مين؟ أمي. ماما؟ شفت شلون إنه ماما بتحبك؟ هي لو ما لها مشتاقت لك ما كانت راحت لعندك على الشركة وشربت فنجان قهوة. إيه روحي، بس هي ما إجت لعندي لأنه مشتاقت لي. ليش لكان إجت؟ ايه مشان شو انا عم بارك لك من الصبح؟ امك رح تتجوز. تتجوز؟ ايه لا تبح لي هيك، يعني بعد الكبره جبه حمراء عادي بتصير يعني. روحي، واحد طلب ايدها وهي وافقت واجت لحتى تاخذ رايي ورايي، وانا بالنيابه عني قلت لها حماتي ولو ان شاء الله الف مبروك مبروك. قلت لها مبروك؟ انا برجيك يا قصي. مبروك يا حماتي، والله لقدك دبك بعرسي. روحي. ما عم بفهم انا، ما عم بفهم ليش انت شو ناقصك؟ اه لك هلا جاي بدك تتجوزي؟ لك كنت تتجوزي لما كنا صغار، مو هلا بعد ما كبرنا وتجوزنا. لك رح تصيري تيتا انت. ماشي، لكن رفيقه للوقي معناتها حتى ريما بتعرف، يعني انا اخر من يعلم. لك انت ما بكفي انه عم تفكري تتجوزي، كمان ما عم بتخبريني. ليكي ماما، والله والله اذا بتتجوزي وبتعمليها لا انا بدك ولا انت امي، وما رح اسمح لك بنوب حدا تحطي محل ابي الله يرحمه. الله معك. ولا حرف. اسكت انت، ما بدها ترد كمان. ماشي يا ريما، بلكي نزلت تجيب فستان. لك اسكت عم قلك. يعني خيارات مشان. الو ايه ريما، انتي عارفانه اللي بدها تعمله امك؟ لك ايه؟ ماشي يا ريما، ليكني انا هلا جاي لعندك. باي. ليش عم تضحك؟ لك لا ما في شيء بضحك. طلع شغله بالتلفزيون بتضحكني كثير، وحده قاعده تتزوج هي عمرها 70 سنه. والله رح تتجوزي يا حماتي. أول 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 أول. يعني أنت بتعرفي؟ إيه. إيه؟ شلون إيه يعني؟ لك شلون بتقلبي الطاولة فوق راسها لهالبطيخ كيف؟ وليش لا قلبها؟ يعني أمك لو ما قلها تلتين الخاطر كانت عرفت توقفه عند حده. شو أول مرة حدا بيحاول يتقرب من أمك؟ حبيبتي أمك طول عمرها بيجيها عرسان وهي بترفضهم، ما توقعت إنها توافق بهالسرعة. طب وهلا شو؟ شو بدنا نعمل؟ كيف بدنا ننزع الشغلة عليهم؟ قولي تفضلي. ليكي رولا الله يخليكي، انا طلعيني من هالقصه كلياتها. انت بتعرفي انه لؤي شريكه لهالزلمه وبيناتهم مصالح، واذا صار اي قصه بتنطبش كلها براسي، انا مو ناقصني. قولي هيك من الاول، قولي انه هي شغل تطبيقك انت ولؤي. لكن حبيبتي لازم لؤي يستفاد من مصاري الزلمه. ماشي يا ريما،
لك الله لا يخليني إذا بحبيكم. عمو شو صار لها المجنونة؟ ابو اللول حبيبي حبيبي اهلا وسهلا تسلم ايدك هلا ما بعرف اذا القهوه ظريفه ولا لا لك ما قلت لي انت شو رايك بالموضوع والله يا ابو اللول انا بدي سلتي بلا عنب ومثل ما بتعرف اذا سعيد رضيان بسعديه نحن شو دخلنا اخي وسبحان المريح لك عيني ربك لك انت بتعرف شو بيعجبني فيك انك بتلقط على الطاير بس انا اللي زعجني ليش نسواننا زعلانين في حدا بيتضايق يا رجل اذا امه بدها تعيش عيشه حلوه بعدين بيني وبينك نحن رح نستفيد هي معه مال ما بتاكلها نيران يا رجل اخي انا بهي القصه مالي مصلحه انا كل مصلحتي بالقصه حمادي تبعد عن نور هالكتني هل شو شي حلو والله لكن في مؤامره وقاعدين عم تخططوا لها لك الله لا يهنيني اذا بهنيكم انت وياه بسيطة بسيطة قوم صالحة قوم صالحة بكلمتي إن شاء الله ما تواخذني يعني بتعرف الهرور عقلها صغير يعني وبس اتعصب ما بعرف شو بيصير له عادي نفس الفيلم اللي صاير معك صاير معي كلمتين حلوين منك بتراضي انت ابو الثقافة انا هلا رح قوم روح تصبح على خير لك عود ابو اللول جبتني روحي شوفي شوفي شو استاذ قصي خلصتوا اخيرا مؤتمر القمة تبعك لك مؤتمر شو لك روحي مؤتمر شو ان شاء الله فكرتينا مبسوطين يعني او حطي حالك انت محلي عرس حماتي وبدها تلبس فستان ابيض وانت بتعرفيها يعني بكره بدها تنق وتنزل اعلان بالمجله يعني انت مو موافق طبعا لا اكيد لا لك روحي معقول وافق يعني لك ليش قلت لي انك موافق ليش ما انت امك وبتعرفيها قلتي ولد سايره وبكره لحاله زلمه بيهرب قلتها طبعا روحي وسايريني انت بتكسبي طمنيني لقيتي الفستان؟ شكرا بدك الصراحة؟ ايه؟ ما عجبني ولا فستان شو هالحكي؟ ايه والله مع انه انا جايب لك كتالوج احدث فساتين الاعراس بباريس؟ يعني انا ما فيني هيك البس فستان حي الله انا لازم يكون هوت كوتور يعني لا في وحدة لابسته قبلي ولا وحدة رح تلبسه بعدي ايه معك حق وحدة برقتك وجمالك لك والله بيطلع لها يعني أنا بدون فستان أبيض وعرس ما بتجوز ليش أنا شو ناقصني؟ مو ناقصني شي والله مو ناقصك شي لك والله صبية وست الصبايا كله طيب شو رأيك؟ جيب لك مصمم أزياء عالمي وخليه يجي لهون ويفصل لك الفستان يلي بتحلمي فيه إيه احكي معه هلأ هيك منخلص من هم الفستان اللي التفت لغير شي احكي معه مو على عيني تكرم عيونك هلا كل هالحكي هذا ما بيفيدني طمني القصة مضت على خير لا يا عديل بتشك فيني يعني قعدت معها واقنعتها وسايرتها وقلت لها بس سايري شوي لحتى نعرف لوين نوصل ريحتني الله يريحك انت شو فارقة معها شو فارقة معي من يوم ما طلع لي بنهفت بده يتجوز خالتي وانا ما في غير بشوفه وبقول له تعال نقعد تعال نمضي هالعقود وهو كل يوم بيتعكز لي على القصة ساعة ماني فاضي ساعة لبعد العرس ساعة رايح شوف الخطيبة ايش هو هالمسخرة هاي يعني القصة كلها مصلحة طبعا مصلحة عريس مليونير وبده حمادي وبده يعمل مشاريع بكم مليون ايش بده يقول له لا عدم المؤاخذة استاذ اسمحوا لي مداخلة صغيرة يعني اذا العريس هاد ما بده حماته الاستاذ انا مستعد اني جوزه امي الاستاذ لكن بعدين برتاح من هاي الشغلة انا على القليلة ما بدي لا مشاريع ولا شيء يعني عدم المؤاخذة انا بدي اي قهوة هيك على شيء صريف شيء مكان عام بتعايش منه لكن استاذ بعدين الله وكيلكم امي ظريفة والله ظريفة شو رايكم استاذ الله معك الله يخلي لك صح وانا استاذ على راسي ماما شو اللي خلاكي توافقي شو ناقصك انت هلا بعد هالعمر صرتي بدك تتجوزي ان شاء الله انتم مفكرين انه انا وافقت اتجوز مشان لكن مشان مين؟ مشاننا؟ ايه مشانكن اوعك تفكري انه انا مو محروق قلبي انه ابوكن توفى وانتو صغار وما خلف لكم شي ولا امن لكم مستقبلكن اوعى تفكروا انه كن وصلتوا لهون بالساهل
ايه بس نحن كبرنا وما عاد بدنا شيء. بس انا حابه اترك لكم شيء. اوعك تفكري انه انا مو حاسه باختك. اختك صحيح متجوزه واحد غني بس ما انا مبسوطه، حاسه انها اقل منه بكثير. اوعك تفكري انه انا مو حاسه فيكي بوضعك وبتمنى اني اوقف جنبك وساعدك. اوعكم تشوفوني هيك قويه قدامكم، انا كثير ضعيفه واكله همكم. يعني انت عم تضحي كرمالنا؟ طبعا. معناتها كل شيء بنطلبه منه بده ينفذه، والا ما بنوافق على جوازه. رولا شو طمنيني مشي الحال؟ يا سيدي هلا فيك تطمن، بنتي رولا اللي كنت خايفه منها اكثر شيء الحمد لله وافقت. الحمد لله، والله ريحتيني. يعني هلا صار فينا نعلن خطبتنا؟ لا، مو لنخلص كل امورنا بالاول. لك هي رولا وافقت وفستان عرسك ساويناه عند احسن مصمم بالعالم وراح يخلص بعد اسبوع، شو لسه فيه؟ لسه في شغلات كتير. طب شو هني؟ اليوم بسرعه لانه العمر عم يركض، والله عم يروح من عمرنا. طيب شو اعمل انا؟ مو لازم نجيب طقم الالماس اللي بدي البسه مع فستان العرس؟ ولسه ما اشتريت لي خاتم السوليتير اللي بدي البسه بالخطبه. حاضر تكرم عيوني، تفضلي لنشتري طقم الالماس وخاتم السوليتير. في شيء تاني؟ لسه في كتير. لك شوفي وين بدنا نعمل الحفلة، مين اللي بده يغني بالحفلة، شو الأكل اللي إيه صحيح تذكرت، بنتي رولا بدها تجتمع معك ضروري. مشان شو؟ بدها يعني هيك تقعد وتحكي معك وتطمن على مستقبلي. طيب حاضر راح اجتمع معها. تفضلي هلأ أنا نشتري طقم الألماس وخاتم الخطبة اللي بدي لبسك يا. تفضلي. ايه ماشي يلا. روحي مشي الحال مع أمي؟ ما بعرف بس أنا عملت مثل ما قلت لي ورح سايرة لحتى أشوف شو آخرتها. هي بتكون هلأ هالكتب أبو مروان طلبات. المصيبة إنه هو مليونير، يعني شو ما عم تطلب منه عبي إلا موافق. تخيل جايب له مصمم مشان فستان العرس. لك تخيل أمي بعد هالعمر بدها تلبس فستان عرس؟ لك لحنا كيف بده يطلع شكلنا قدام العالم؟ آه روحي كله عادي، بما إنه هي عم تطلب وتتطلب يعني تنشل على شي فيلا مرتبة، بيت بنص البلد، شهر عسل بجزر المالديف. وانت قلتها بيت بنص البلد وفيلا أقل منا يعني. عمو أبو مروان، هلأ أنا اللي فهمته إنه أنت شارية لماما ومستعد يعني تعمل لها كل شي بدها إياه وشو ما كانت. تمام طبعاً أنا شارية لماما، أمك إنسانة محترمة ومهذبة، بشرفني إنه أقضي باقي عمري أنا وياها. إيه بس يعني بعد عمري طويل يعني أمي شو رح يصير فيها، خصوصي إنه أنت يعني ولادك شباب. شو بتقصدي؟ عفواً منك، يلي بتقصده أختي رولا إنه لحتى نحن نوافق لازم تأمن سعادة أمي ومستقبلها. كيف يعني؟ ما فهمت. مجرد وجودها معي هو ضمانة لسعادتها ومستقبلها. إيه أكيد بعرف، بس يعني هذا الشيء ما بيخلينا نكون مرتاحين. شو المطلوب؟ فيلا فخمة بتسجلها باسم أمي. وكمان بدنا بيت بنص البلد يكون كتير مرتب. رصيد كتير مهم بالبنك. وانت شو رأيك؟ أنا مالي رأيي بوجود البنات. إيه كلوا كلوا. عم ناكل؟ انت كل عمو. خير خير يا ابو مروان، شو في؟ جبتني على ملا وشي. منين بده يجي الخير؟ شرف شوف مرتك واختها شو عم يحكوا. شو عم يحكوا؟ شو في؟ بدهم ياني يا سيدي ادفع كل ثروتي حق قصور وفلل للست حماتك. لا اله الا الله. صحيح عاجبتني وخارطه مشطي، بس انا مالي خاروف. مالي خاروف يا لؤي، وانت بتعرفني حق المعرفه، انا مالي بخيل. بس بالعقل بالعقل لك يا أخي. روق لي حالك شوي. العروس شو رأيها؟ العروس؟ لك هذا اللي بجنني بالعروس، لك ما حكيت ولا حرف ولا كلمة. أخي من الآخر عم يسايروك ليعجزوك، وأنت لازم تكون أذكى منهم. شبنا؟ كيف يعني؟ فسرها لشوف. يعني بتسايرهم مثل ما عم يسايروك، عم يخططوا لك ليطفشوك، خطط لهم أنت كمان.
وبالاخر ما راح يصير غير اللي بدك اياه. اولي حالك شبك ضايش. حتى انت يا روي الظاهر كل طمعان، مالكم فهمانين لو انا بهالغباء ما قدرت جمع الثروه كلها. بس بسيطه، راح نلعب وشوف شو راح تربحوا كلكم. اسمع روي، قنعتني بالحديث اللي عم تحكيه. راح العب مثل ما عم يلعبوا اليوم، اعزمهم كلهم على العشاء وحسابي. ايه ها هلا رجعت ابو مروان اللي انا بعرفه. لنشوف مين بده يربح بالاخير. ايه عمو ابو مروان، شو قررتوا بعدين؟ يعني بشو؟ بالفيلا والبيت. الشغله ما بدها تفكير عمو. ليش انا عندي اغلى من امكم؟ امكم راح تصير شريكه حياتي وراح تكون اسعد انسانه بالعالم. هاي الوردة تبعنا. أكيد ورح تصير الوردة عندي. إيه خلص معناتها، خلي يكون العرس لكان بأفخم أوتيل بالبلد وجيبوا عليه مطرب أو مطربة من المشاهير، وبس تخلصوا تصيروا جاهزين بوشكن على المطار بتاخدها شهر عسل على هاواي. شهر مو أقل من شهر. وإذا أنت جاهز لحتى رمروم تحجز على هاواي. حلو والله هاواي، تسلوا تسليك حماتي كتير هنيك. هواي قلت لي ايه؟ حلوة حلوة خلاص. ميرسي بيبي، بس عم تأكد. تأكدي؟ بس يا عبشوم عليكي انت واختك وامك. لك هيك تعملوا فيه للزلمة؟ هيك بتقضوها؟ هيك بتطلبوا طلبات؟ ليش انا شو عملت؟ ما عملت شيء ما شاء الله عليكي انت واختك. تركتوا طلب بالعالم ما طلبتوه؟ ولا ماشيين على قصة إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها؟ إيه لا أنت الصادق، يلي بده يتجوز أمي أنا، بده يحط اللي فوقه واللي تحته، ولا فكر أمهات العالم هيك رخيصة؟ لك أنو رخيصة روحي، أنو رخيصة؟ علي ما علي الطلبات الطلبتية أنت وأختك، بتشتروا بلد بأفريقيا. والله إذا هو مو قد الحمل، ليش أمر عن إيدي؟ بعدين تعال لهون. لو انه امك اللي بدها تتجوز كنت ما حكيت هذا الحكي، وانا متاكده انه كنت طلبت ضعف الطلبات اللي احنا طلبناهم. والله يا حبيبتي امي مو مثل هالامهات اللي عم تحكي عنها. امي ما بتبدو لابي بكل كنوز الدنيا، مو مثل غير ناس. شو قصدك قصاي؟ ما قصدي شيء. ماشي انا برجيك. مذكر مفتي غنجها معكوسة. ألو أهلين، مين؟ أهلين خير؟ طيب بكرة الظهر. لا لا ما في داعي، أنا بحكي مع ريما. لا لا ما رح نتأخر. ماشي الله معك. باي. هيك مو كابتشينو هاد؟ لا تواخذينا مرتعمي، لا تواخذينا، هذا الظاهر ما بيعرف بين الكابتشينو والثلاثة بواحد. لك شفت يا قصي؟ لك شفت بناتي شو عملوا فيني؟ ايه يا مرت عمي انت كمان مالك متوقعه؟ لك ايه متوقعه بس مو لهالدرجه، تخنوها. انت وابو مروان مو متفقين على كل شيء، مو متفاهمين على كل شيء. ما هو هون المشكله. لك اني مشكله يا مرت عمي، اني مشكله. امبارح من بعد العشاء اتصل فيه ما عاد رد على اتصالاتي. طيب واليوم بعت لي رساله على الموبايل. ايوه قال لي مثل ما خليتي بناتك هنن يحكوا عنك وانت سكتتي، أنا رح أبعت لك جوابي مع بناتك ورح أسكت. أيوة أنا بعرف إنه أنت وأختك عم تحاولوا تعجزوني بطلباتكم. حب لكم ما بقى في داعي لهالشي، مثل ما أنتوا رافضين كمان أنا أولادي رافضين، وخاصة بعد ما سمعوا بطلباتكم. بتعرفوا شو قالوا لي؟ قالوا لي بابا نحن وافقنا على الزواج مشان سعادتك، مو مشان تصرف مصاريك. مشان هيك بطلب منك طلب شخصيا، تقولي لأمك
الشيء اللي حكينا فيه هي ولغي ماشي؟ يعني أنا ما بعرف شو بدي لك الحقيقة، يعني خسارة فعلا خسارة. وانتو خسارة. ولما اضطر منك عصدري تيرارا شو بحس الدنيا صغيري تيرارا فرنش. لك ان شاء الله الف 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 مبروك، فرحت لك من كل قلبي. فاس ابو مروان وما بده اياها لحماتي. هلا هي ما مختلف عليها، اصلا امي ما بتناسبه ومتطلباتها كثيره، بس انا مو لهيك فرحانه، لك انا فرحتي اكبر من هيك بكثير. ان شاء الله عطور يا عمري، هاتي لشوف خبريني ليه. هلا انا مو اخذت امك معي وقتي رحنا شفنا ابو مروان، وقت اللي قال لي انه مبطل ياخذ ماما. المهم هون شافها لأمك وطار عقله فيها، قام طلب إيدها للزواج وهي وافقت. خلصنا مزح وخلاص بقى. لكم مين قالك إني أنا عم بمزح؟ بعدين أمك ما عندها متطلبات مثل أمي. ليه قصي إذا مو مصدقني روح اتصل فيها وهي بتخبرك. صحيح قصي، قالت لي خبرك مشان اليوم المسا تجهز حالك لأنه اليوم تلبيس الخواتم، إيه والعرس الأسبوع الجاي. رولا لا تمزحي معي هذا المزح، أحسن ما تكبر بيناتنا. ها طب خلص لا تعصب، بعدين انا شو الي علاقه؟ هلا امك تتصل وبتخبرك. يعني القصه جد؟ لكن ليش انا عم بعمل اظافري؟ مشان الخطبه اليوم. ماشي ابو مروان الزفت، انا فرجي وراجع لك. بعدين لمعلوماتك كل المصايب اللي عم تجينا من تحت راس مين؟ من تحت راس امك. بيبي طول بالك. لكن هلا صرت حمش. ما عليه دوق من نفس الكاس. عساس رايح يقتله، ايه مو لتلاقيه بالبلد لابو مروان. لك انا حدا بيعرف امي وبضل ثانيه بهالبلد. يا حرام يا قصاي.